بص هما كيوت خالص ازاي؟ خد بس خد خد ولا قفايا يالا ولا. هو ليه الناس بتجيب عصافير تربيها في البيت ومحدش فكر في يوم مثلا يجيب حمام؟ انا عارف ان هما بيجيبوا حمام يربوه عندهم على السطح، ولكن لو جابوا عصافير بيربوهم في الشقه. هو الحمام يعني مش قد المقام؟ الحمام قرب يفقد ثقته بنفسه لمجرد ان الفرد اللي جبته معايا ده مستغرب، يعني انت ازاي بتعاملني المعامله الحلوه ديت ومنزلني في قلب الشقه فمديني ظهره مش قادر اللي هو يديني وشه وهو مكسوف مني ومكسوف منه. قال انت مثلا كده جبت جوز حمام تربيه عندك في قلب الشقه ولا هيعمل لك صوت زي العصافير؟ العصافير صوتها ازعاج، مش هيعمل صوت، مش هتحس بوجود، بس انت لو سبته طاير كده يعني هتتعب معاه شويه بقى. يا نهار ابيض، شويه ريش من تحت الركنه، لا ما اعرفش هيعمل لك اعلى السجاده، لا هيعمل ايه هنا؟ وبرضه يعني هيتعبوك، بس مش هيعملوا لك خيله زي صوت العصافير والدوشه اللي هي بتعملها. بص هم كيوت خالص ازاي؟ خد بس خد خد ولا قفايا يالا ولا. خد هنا، بص حلوين ازاي؟ جمال خالص اهو اهو. يا ابني انا مش عايز اهرش في قفايا يعني. يا ابني الحلال خد ربنا يهديك. شوف الحلاوه، شوف العسل. الفرد يعني عايز يعمل لك اي حاجه تبسطك، انت ايه اللي يراضيك وانا اعمله لك؟ ادرس الموضوع وخليه في دماغك. وعايزين نحتضن كلنا شويه الحمام اليوتما دول. بص جميل ازاي. خلاص اعمل باي باي لعمه، اعمل باي باي لعمه يلا. خبيت زلومتك يلا يا ابني الكذبه. قولوا صدمه كبيره يا والقلب ده جازات اللي انا بقول للناس تربيك. خرب بيتك وخرب بيت سنينك، بوظت البنطلون يا شيخ. ده انت ولا تتربى في شقة ولا تتربى في عش حتى يا راجل. ده انت اقفل يا ابن البتاع ده، اقفل البتاع ده.